حضرتك من الناس الكبار والناس المميزين في الإعلام، وشهرتك عالمية ما شاء الله، لأنك لبقة وذكية وبتدير الحوار دي بطريقة جيدة شهادة جدا. أعتز في سبب تاني حضرتك اللي مخليكي مشهورة أوي كده، عارفة إيه هو؟ أنا طبعا عارف إن أنت عارفة، لكن أنا هقوله للجمهور وأرجو إن أنتوا تشوفوا، لأن الأستاذة أصلها يهودية. الأستاذة عزة أصلها يهودية، وأدي الورق والمستندات، ممكن تتفرجي عليها حضرتك. وممكن الشعب كله طب هات يشوفها. هات هوريك حاجة. اه اتفضل. بس اهي حضرتك جايب صورة الأستاذة دينا رامز ايا كان. حطيتها؟ لا لا لا، ثانية واحدة ثانية واحدة، جايب الأستاذة دينا هو رامز. كان فاكر وبعدين دينا حتى رامز لو أنت، النهارده. حتى لو أنت ما تقري بتقول ده اسمي يا استاذه، مين حد، دينا رامز دي؟ لا 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 ثانية دي واحدة بس صورة حضرتك. يا حبيبي، دي صورتي. أنت هتكذب، هتحققني في صورتي؟ حضرتك اقري الاسم. صور يا لا يوسف، صور يا ابني واقرا أهو الاسم. انا جبتها اهي. أهو. اقروا الاسم. يعني انت عايز تثبت بيها ايه يعني؟ لا لا اي لا، حاجه انا ممكن فاهمه هو تعمليها عايز ممكن يعمل ايه. يعمل هو اي عايز استاذ يعمل اي ورقه باي حاجه. بس هو على ده. فكره، على فكره، انا هو على ده اللي انا فكره، لا عايزه. ثانيه واحده، انا طبعا شاكر ثانيه جدا واحده، لهدوئك لا ثانيه واحده، انا وبعتذر لسه لسه للكلام. ثانيه واحده. اه اتفضلي. حضرتك ده مشكله ما بينك وما بين الدوله المصريه. تسمح لك اللجنه الانتخابيه انك تقول ما تقولش متزور، لكن انا لا اسمح لحضرتك حتى لو اعتذرت انك تتهمني باني يهوديه. أنا لم أتهم. انا اسفه أنا جدا، لم أتهم. انا اسفه جدا، انا انا بعتذر، انا أنا بعتذر لوجود حضرتك معايا. حتى لو حضرتك بتقول ان ده اتهام، اي كلام، وده ورق انه ممكن اتهم الطرف الاخر، وانت جاي عايز تعمل ده، انا بعتذر لحضرتك بوجودك معايا. حتى ان انت تشبه ده بيا وتقول لي ان انا يهوديه. لا 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 انا لا، مش عايز ابقى موجود. اتفضل انا بس اتفضل بقول لكم انه ده استاذ اعلام جمال، مضلل استاذ جمال ويريد لا اتفضل يريد الحقيقه اتفضل. ما ولا ينفعش لا تشبه لا هذا لا لا. التشبيه. انا روح بقول حل لحضرتك مشكلتك حضرتك. احنا ما عندناش لا مشكله، حضرتك احنا تروح، مشكلتنا مع الاعلام اللي بيضلل الناس قدام حضرتك الناس، تروح تحل يضلل على مشكلتك الناس. مع اللجنه العليا. يا ما تجيش استاذه هنا تقول لي احنا على فكره الناس اللي حضرتك بتضلل. يهوديه. حضرتك وهذا انا تعلمي، ارفض، انا حضرتك ارفض وجود تعلمي حضرتك، يقينا. انا ارفض انا وجود اللي حضرتك ارفض معايا. وجودي، انا بس اتفضل حبيت اثبت حضرتك لكم جيت لي. قدام الناس لا كلها معلش، لا معلش، ان انتوا بتضللوا لو الناس. كنت مسجل واتقوا يا الله، يوسف اتقوا الكلام الله. اللي اتقال في الفاصل من الشيخ جمال فاصل ده، انا ثانية لو عايز اقدم بلاغ رسمي هقدم بلاغ اتاني رسمي، انا لان بوضح هو لكم. يروح يحل مشكلته لا مع اللجنه سكتي زي ما العليا. حضرتك لا عايزه، معلش، اتفضل قولي اللي انت عايزاه، اتفضل لكن اتفضل لا استاذ جمال، تضللوا الناس اتفضل واتقوا الله في مصير اتفضل. الامه. انت اللي جاي اتقوا تتكلم الله في ومعاك مصير الامه. دكتور في القانون، الدكتور نتقي الله بيحرف في ايه؟ القانون ايضا. الدكتور بيحرف القانون؟ اه دي اتهامات مباشره لكل اتهامات الاطراف. مباشره. مش عايز تقول حاجه للاستاذ سعيد الراجل كمال؟ لم يقل شيئا. اه ده كويس، الراجل لم يقل كويس ان شيئا. حضرتك ما لا اتكلمتش. الاستاذ استاذ بيقول في جمال نصوص اتفضل القانون. حضرتك، وانا ارفض، انا اللي ارفض، وده لو انا سمحت اللي يا ارفض يوسف، زي ما انتوا هذا عايزين. التهريج، ده هذا تهريج مع التهريج الدكتور اللي اللي بيحصل، حضركم. هذا سلام التهريج عليكم. اللي بيحصل، ان انت ممكن تتهم اي حاجه. روح حل مشكلتك مع اللجنه العليا. وبعدين زي انا لا اتهم. حضرتك تروح تحل مشكلتك، حضرتك تروح تحل مشكلتك مع اللجنه العليا. مش تيجي هنا تقول هذا الورق ومش عارفه ايه. اي ورق؟ انا لو عايز ارفع، على فكرة أنا لو عايز أرفع قضية هرفع قضية، بس أنا بحترم التفكير اللي لسه محتاج وقت شوية على ما ينضج. لازم نديله فرصة. الورقة أهو. نطلع فاصل. لكم التحية مجددا. والحقيقة أنا بعتذر لحضراتكم عن الانفعال، لكن عمري ما تصورت ان وانا قاعده على كرسي المذيع ان انا اعتذر لضيف ان انا ما اقدرش اكمل معاه، وانه لازم يخلي المكان فورا. انه اذا كان هذا هو اسلوب الحوار فمتهيالي نمتنع ان احنا يعني نتحاور مع هذه النماذج. انا بتصور كده.